يعملون فيخلصون، يبتكرون فيبدعون، ينجزون فيتفوقون، رجالا كانوا أو نساء، جبلوا على العطاء وولدوا من رحم أرض الكويت الحبيبة، فسعوا وما زالوا يسعون من أجل رفع رايتها عاليا في كافة المحافل الدولية، فدعما ومساندة للكفاءات الشبابية الوطنية وتحت هاشتاج الكويتي كفو، وبمشاعر يملأها الفخر والتشجيع الوطني، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتور الكويتي بدر المهدي، والذي سرد فيه إحدى المواقف التي تعرض لها أثناء عمله كطبيب، وعن مدى استغراب بعض المرضى من وجود أطباء كويتيين يعملون حتى ساعات الصباح الأولى. في الخفارة صار لي موقف مضحك. الساعة 4 الفجر دخلت حالة طارئة، جلطة كالعادة، قصرت المريض. الحمد لله على سلامتك عمي، صارت فيك جلطة وقصرناك والحمد لله أمورك زينة. قال لي دكتور أنت كويتي؟ لا من ألمانيا. قال لي لا بس مو متعود أشوف كويتيين يولي الفجر. فأنا ابتسمت وطالعته. وش في هذا الكويتي داوم الفجر؟ ترى الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي أكيد كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. ترى الكويتي كفو. ترى الكويتي كفو. الكويتي طول عمره كفو. ترى الكويتي كفو. الكويتي كفو. الكويتي كفو. شوفك على خير. الكويتي كفو.